ماكرون يتودد إلى الرئيس تبون من أجل الحصول على عفو دبلوماسي من الجزائر. المبعوثة الخاصة ومستشارة الرئيس الفرنسي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط كلير ليجوندر سلمت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة خلال استقباله لها. الرسالة تأتي ساعات قليلة عقب مبادرة ماكرون بتهنئة الرئيس تبون بمناسبة إعادة انتخابه في عهدة ثانية في رئاسيات 7 سبتمبر الجارية. ماكرون حرص في رسالة التهنئة الانتخابية على التوضيح الآتي: العلاقات مع الجزائر تبقى استثنائية في كل المجالات، خاصة في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب. الحوار بين الجزائر وفرنسا يعد أساسياً، لا سيما مع تواجد الجزائر بمجلس الأمن الأممي. روابط الصداقة قوية بين فرنسا والجزائر، وأنه يعتزم بحزم مواصلة العمل الطموح الذي تضمنه إعلان الجزائر لتجديد الشراكة بين البلدين. ماكرون ومن خلال رسائله يبدو واضحا أنه يبحث بكل السبل الدبلوماسية عن تجاوز انحرافه السياسي مع الجزائر عقب تجديد دعم بلاده للحكم الذاتي الوهمي في الصحراء الغربية. لذلك يتودد حاليا بعدما رأى الجزائر تخرج منتصرة من الاستحقاق الرئاسي مجددة العهد مع الرئيس تبون لمواصلة سياسته الندية، وهو ما يقطع الطريق أمام أي مناورة خارجية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.